هذا الشوط يا سلام نشوف وناخذ اللي في المركز الاول. بشار في المركز الاول لهجن العاصمه بقياده المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الثاني سيلين في المركز الثاني لهجن الشيحانيه بقياده المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. وفي المركز الثالث مهند لابناء الامير محمد بن سعود الكبير بقيادة المضمر سلطان بن سلمان العتيبي. وفي المركز الرابع الجير لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الخامس سيلين في المركز الخامس لهجن الشيحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. وفي المركز السادس وصلنا إلى زلزلة. زلزلة في المركز السادس صاحب الإنجازات العديدة على أرضية ميدان المرموم لهجن زعبيل بقيادة المضمر راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. وفي المركز السابع في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الثامن باروت لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز التاسع شاهين لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني بقيادة المضمر سالم بن عامر المدهوشي. وفي المركز العاشر سلهود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عبيد بن محمد بالضبيعة الاجتبي. هذه النتيجة. ونرجع إلى المقدمة إلى بشار. ها هو بشار يبشر بالخير. بشروني عنك ما يدرون عني، ما دروا باللي شغل فكري وظني وفكري كله في هذا المساء مع هذا المركاض، مركاض اللقاي الابكار والجعادين. ها هو بشار مسيطر على المقدمة منذ البداية وحتى هذه اللحظات لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثاني سيلين في المركز الثاني لهجن الشيحانية بقيادة المضمر عملاق المضمرين سلطان بن محمد الوهيبي. وفي المركز الثالث مهند في المركز الثالث لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير بقيادة مضمر شودة سلطان بن سلمان العتيبي. وفي المركز الرابع ناخذ اللي في المركز الرابع الجير في المركز الرابع لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. سيلين في المركز الخامس في هذه اللحظات لهجن الشيحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. وفي المركز السادس زلزلة لهجن زعبيل بقيادة المضمر راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. المركز السابع باروت في المركز السابع لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثامن شاهين في المركز الثامن لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني بقيادة المضمر سالم بن عامر المدهوشي. وفي المركز التاسع مسرح في المركز التاسع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. نرجع إلى المقدمة، نعود إلى بشار. بشار وهو يبشر شكله غير، ركضه غير، أداه غير على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام. لكن هنا من ذاك الشكل موجود في الميدان أيضا من نفس السلالة من نفس المنبع في المركز الثاني لهجن زعبيل بقيادة المضمر راشد بن محمد بن سعيد بمروشد. يا سلام يا سلام يا سلام على هذه النوعية، النوعية المميزة، النوعية الفريدة، ما تنوجد إلا في دولة الإمارات العربية المتحدة على أرضية ميدان المرموم. والمنجم في النخلي موجود. يا سلام يا سلام يا سلام. بشار في المقدمة، بشار في المقدمة لا زال يبشر، لا زال يرقص على أرضية هذا الميدان. والعصا قوس في الأبطان، ولا صدرت عليه أوامر ولا شبه أوامر تذكر حتى هذه اللحظات لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. زلزلة في المركز الثاني
هجن زعبيل بقيادة أحد الشباب المضمرين راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. يا سلام يا سلام، المركز الثالث سيلين وصل في المركز الثالث لهجن الشيحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. وفي المركز الرابع خلنا قدام يا أبو سلطان، خلنا مع بشار، بشار لا زال يبشر بالخير يبشر بالناموس، وهو في المركز الأول منذ البداية وحتى هذه اللحظات وهو يطمح بفوزه ناموسي هذا الشوط. زلزلة في المركز الثاني، يحاول يزلزل بشار عن المركز الأول، بشار وزلزلة، المعركة شديدة، المعركة طاحنة، لكن من الجانب الثاني، من الجانب الثاني يا سلام يا سلام يا سلام، من اليمين ومن اليسار، من الميمنة ومن الميسرة، يا سلام، بارود في المركز الثاني، وتفجر البارود على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. زلزلة في المركز الثاني، زلزلة وبارود، بارود بارود، النقطة الثالثة، الهاترك في هذا المساء لهجن العاصفة. تهانينا لسيدي مالك هجن العاصفة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز بارود بالمركز الأول. المركز الثاني زلزلة لهجن زعبيل، المركز الثالث بشار لهجن العاصفة، المركز الرابع الجير لهجن العاصفة، وفي المركز الخامس سيلين لهجن الشيحانية. هذه النتيجة والتوقيت الزمني ساعة وصول باروت إلى خط النهاية. هو مسجل الهاتريك لهجن العاصفة 7:38 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. زلزلة في المركز الثاني 7:38 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن زعبيل، تهانينا للمضمر راشد بن محمد بن مروشد، والذي وصل في المركز الثالث بشار قاطع مسافة 5 كيلومتر في زمن وقدر. نشوف التوقيت ساعة وصول بشار إلى خط النهاية 7:42 جزئين من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، تهانينا للجميع والناموس.